كان يا مكان عميقا في الغابة، قرية مخفية تعيش فيها كائنات صغيرة تطلق على نفسها اسم السنافر. كانوا يحبون الخير. كان هناك أيضا شرشبيل المشعوذ البغيض، كان شريرا. أكره السنافر، سأقضي عليكم، سأقضي عليكم ولو كان هذا آخر عمل في حياتي. سأقبض عليكم، سأجد قريتكم يوما، سوف تندمون. الغابة ما زالت هناك، فإذا أنصتتم لربما سمعتم صوت شرشبيل، وإذا نظرتم جيدا لربما لمحتم السنافر. أوه، يا له من يوم مسافر للنزهة. نعم بالتأكيد هو كذلك. نعم، وأنا ذاهب لقطف الأزهار، وأنا عندي مفاجأة خاصة لكل سنفور. أوه مرحبا أقول، ألن ترافقنا في النزهة؟ لا أستطيع يا سنفور، علي أن أخبز مئة فطيرة لمهرجان الغد. تفضل مفكر، هذه مفاجأة لك. كم أنت لطيف. بابا سنفور يقول دائما أن نعطي أفضل من أن نتلقى، لأن ما تقدمه ليس هو المهم بل الفكرة هي الأهم. بابا سنفور على حق، أن نعطي أفضل من أن نتلقى. هذا موقع جميل جدا. يا ويلي، سهم بشري. سأحضر بعض الماء يا قوي. غبي، حاذر وأنت تقذف بالماء. شكرا غبي. هجوم إلى الأمام. من الأفضل أن نسنفر من هنا. أوافق على هذا التحرك. هيا علينا أن نحذر من في القرية. فطائر فطائر، عندي 100 فطيرة، سأكل بعضها. إن حياة الفنان هي كل ما لدي. لا 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 لا. صغاري لم يكونوا يوما بهذه السعادة. النجدة. ما الأمر؟ البشر يتقاتلون، البشر يتقاتلون. مرآتي. لوحتي. دماغي. فطائري. أطلقوا صفارة الإنذار، أطلقوا صفارة الإنذار. بسرعة بسرعة إلى ثقوب السناجب والأشجار. أنا أكره الشجر وأكره ثقوب السناجب. هيا يا سنفور، هيا هيا. الآن ليصمت كل السنافر، بابا سنفور يقول دائما. فطائر الجميلة. منزلي.
98 99 100. حسناً، زالت القرية، لكن السنافر كلهم باقوا. أين سنعيش الآن؟ وماذا عن مرآة بابا صنفور؟ أنا مصنفر جداً من دونها. وأنا ضائع من دون مطبخي. وأنا جائع. وأنا نعسان. وأنا كوبي مكسور. أنا أريد صنفوري. أنا أريد الانتقام. أنا أكره الانتقام. ما هو الانتقام؟ الانتقام؟ لا لا يا سنافر صغار، حروب البشر مريعة، لكن الجنود ما كانوا يعرفون أننا على طريقهم. لما كان البشر يتحاربون بابا صنفور؟ في الواقع لا أدري غبي، يبدو أنهم يفعلون هذا طوال الوقت، لكن الأهم الآن هو أن نعيد بناء القرية. أحسنت يا شاطر، على هذا النحو سننتهي من البناء بسرعة. اضرب هذا العصا، سنفر الحطب، انشر ذاك اللوح، ادهن الحائط. وكما يقول بابا صنفور دائما، العمل هو مفتاح السعادة، وأكثر ما يمكن للصنفور أن... ها هم السنافر كلهم بجهد يعملون، الحجارة ينقلون والحطب يقطعون، لبناء القرية كلهم يتحدون، وهكذا من الأشرار ينتقمون. شكرا لتذكيرنا بذلك يا شاعر. إنه يحاول المساعدة فقط قوي. نعم نعم، أعرف صنفورة. كنت سأساعد بمفاجأة، لكن المفاجآت كلها سنفرتها الخيول. في الواقع لقد خسرت كل ما عندي. هذه حالنا كلنا. انظري إلى أكوين المسكين هناك يعد الطعام في الخارج، لابد من أن قلبه محطم. فطائر المئة كلها فسدت. أعتقد أن علينا سنفرتهم. من؟ الفرسان. الفرسان؟ لكننا يا قوي بطول 3 تفاحات، والفرسان بطول 50 أو 60. هذا لا يهم صنفورة، نستطيع فعل ذلك. عرفت في أي اتجاه ذهبوا. سنحتاج إلى المزيد من السنافر وإلى مفاجأة جميلة، مفاجأة خاصة للمناسبة. أنا ما أستطيع فعله بدوري. يوهو يا سنافر، هل ناديتنا يا صنفورة؟ إنهم ذهبوا في هذا الاتجاه. طبعا، ولكن ماذا سنفعل حين نسنفرهم؟ سنلقنهم درسا، هذا ما سنفعله. حسنا، والآن ماذا؟ سوف نسنفر لهم خيولهم. قلت نسنفر خيولهم؟ نسنفر خيولهم. أحسنت عملا صنفورة. حسنا الآن فلنبدأ. هذا مكان رائع لإطلاق المفاجأة الخاصة. أحب المفاجآت. يا مازح، هل ستنفجر أم لا؟ طبعا، ما إن أشد الخيط. انظروا الخيول. انتبه. انتبه. هي هذا ليس سيئا. سنافر، هل أنتم بخير؟ شاطر، أخرجنا من هنا. لا تستعجل، لدينا الوقت الكافي. كونوا سلما واخرجوا بسرعة. لن ينجح الأمر شاطر. سنفروا، سوف أخرجكم. هناك من حل رباط الخيول. لكن سيدي لم أرى أحدا. اصمتوا. إيه
استيقظوا يا سنافر الصغار، عندنا عمل كثير اليوم. يجب أن نبني نبني ونبني ونطلي بيوتنا ونزرع بذورا جديدة. هيا استيقظوا كلكم. بابا سنفور، بابا سنفور، حصل أمر فظيع جدا. ماذا تعني يا شاطر؟ لقد سنفرنا الفرسان. سنفرتم الفرسان؟ لذيذة وهي ساخنة. أقول، كيف يمكنك التفكير في الطعام الآن؟ ماذا يجري؟ هذا يسمى غليانًا. غليان؟ الغليان هو حين نسنفر أي مادة إلى 100 درجة. خذوا مثلاً هذه العصيدة، ستصل إلى درجة الغليان الكامل بعد 10 دقائق. السرعة هي أفضل طريقة لإنقاذ الآخرين والسنفورة الجميلة، فإن لم نفعل سوف يذوبون جميعاً في العصيدة. لا وقت نضيعه، لنأمل أن يكونوا رجالاً عقلاء. انتظروني هنا، سأكلمهم وحدي. أخيراً تمكننا من الإمساك بالخيول سيدي. جيد جيد، اربطوها ولنتناول الطعام. هاي إنها تهرب. أمسكوا بها، أمسكوا بها. أمسك بذاك الخيل. لا تدعه يهرب. ارفعوا، هيا ارفعوا يا صغاري. فيما كنتم أنتم الخمسة سنفرون الجنود، كان كل سنفور هنا يقوم بما يفترض على كل سنفور أن يقوم به. كنتم تتصرفون تماماً كالبشر. انتظروا لأسمع ما عندكم لتقولوه لأنفسكم. أنا هي المخطئة بابا سنفور. لا بابا سنفور، كانت فكرتي أنا. بل كانت غلطتي أنا بابا سنفور. وأنا أعددت مفاجأة خاصة. لا يهم فكرة من كانت، كلكم ملومون، وأرجو أن تكونوا قد تعلمتم درساً قيماً. أجل بابا سنفور. حسناً إذن، فلنتناول الطعام ونستعد بعدها للعمل. الطعام؟ ماذا سنأكل بابا سنفور؟ لا أدري، كان وسخ يحضر الطعام. لقد أعددت عصيدة. عصيدة؟ ولكن ما بالكم يا سنافر؟ هل قلت شيئاً سيئاً؟ نعم. كيف كان علي أن أعرف أنكم لا تحبون العصيدة؟